الحالات ديال الانتهاكات ويتم تصريفها. يعقد المجلس الوطني حقوق الانسان لقاء مع الجمعيات الغير الحكوميه وباحثينا لاننا نريد تطوير مرافعتنا بخصوص مراجعه والمقتضيات القانونيه ديال ذات الصله بما يسمى اليوم بالاغتصاب ونسميه نحن بالعنف الجنسي. طبيعه الحال في القضيه ديال الطفله ديال 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 تيفلت هناك بالنسبه لنا تركت ثلاثه اصناف من الضحايا. الضحيه الاولى هي الطفله ذات ال 11 سنه والتي لم يتم لحد الان انصافها من طرف القضاء وحمايه سلامتها الجسديه والنفسيه والاجتماعيه. الضحيه الثانيه وهو الطفل المولود من هذا العنف الجنسي والذي سيبقى مجهول الاسم حسب المقتضيات الحالية، والضحية العامة وهو المجتمع الذي يخاف أن يتم فرض عليه أن يتم التطبيع مع الإجرام جريمة العنف الجنسي. وبالتالي هذا الخوف اليوم يعيرنا نحن بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الجمعيات الغير الحكومية. سنكون صوتا واحدا لدعوة الحكومة إلى مراجعة مستعجلة لمقتضيات قانونية جنائية لا تحمي سلامة الجسدية ولا النفسية من انتهاكات لنسائها، لأطفالها، لفتيانها ولفتياتها. الحماية ليس فقط إلى جواب.